مشاهدينا اهلا بحضراتكم. الغاء قانون الايجار القديم ورفع القيمه الايجاريه الى 2000 جنيه، هذا ما تم تداوله خلال الساعات الماضيه وسط حاله جدل كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. فما حقيقه هذا الامر، وهل بالفعل شهد قانون الايجار القديم تعديلات جديده؟ كل هذه التفاصيل هنستعرضها لحضراتكم من خلال هذه التغطيه. خلال الساعات الماضية انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تفيد بإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه، وهذا الأمر أثار جدلا كبيرا بين المهتمين بملف الإيجار القديم سواء كانوا من السكان أو الملاك، خاصة في ظل وجود أنباء متداولة عن تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعية. وسط تساؤلهم عن حقيقة هذا الأمر، وفي الواقع فإن مجلس النواب يسعى من خلال الفصل التشريعي الحالي إلى حسم ملف قانون الإيجار القديم بطريقة ترضي جميع الأطراف سواء الملاك أو السكان، حيث تقدم النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بمقترح لتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وهو التعويض المالي للمستأجرين كجزء تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن. والذي حدث أنه تم تداول هذا المقترح السابق على مواقع التواصل الاجتماعي مع التحريف فيه والتأكيد على إلغاء قانون الإيجار القديم مع رفع القيمة الإيجارية 2000 جنيه شهرياً، وكذا تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي وغيرها من الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة. وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي يتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم. ونص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس لعام 2022، ومن ثم يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر. وبعد انتهاء مهلة ال5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك. ووفقا للقرار فإن هذه الزيادة ستطبق على الأشخاص الاعتباريين من المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والأحزاب والشركات التجارية وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لهم الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فئة القانون ووحدات الأوقاف. فيخص زيادة الإيجار القديم كل من الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. وتدخل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية إضافة إلى هيئة الأوقاف وكذلك الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات والأحزاب والمنشأة ووفقا للأحكام النافذة. ويخص أيضا كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة. والشخصية الاعتبارية وصفها القانون بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال والمؤسسة له لتحقيق غرض معين ومعترف له بالشخصية القانونية. وأما أن تكون هذه الشخصيات الاعتبارية عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية، وبناء على ذلك فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية لأنهم أشخاص طبيعيون، والقانون لا ينص على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة
أو إنهاء عقد الإيجار القديمة، لكن تطبق هذه الشروط على الوحدات التي ذكرناها لحضراتكم دون الوحدات السكنية والأشخاص المؤجرين للمحال، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون. ومن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق هذه الزيادة فقد وضع القانون عقوبات له، وتتمثل في طرد المستأجر نهائياً، وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وتتعلق العقوبات التي حددها قانون الإيجار القديم أيضاً بحالة عدم امتثال المستأجر للنص القانوني المحدد لمدة انتهاء عقد الإيجار وفسخه نهائياً، والذي يكون بعد 5 سنوات من إصدار القانون في عام 2027. وحالياً يشهد قانون الإيجار القديم تحركات تنفيذية وتشريعية لتعديله، حيث قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد عدة اجتماعات متخصصة لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن عدد الوحدات السكنية القديمة التي تخضع للقانون، وهذا لتكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة. ومن المتوقع أن تصدر لجنة الإسكان قريباً بياناً يوضح فيه آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وهذا فضلاً عن إصدار ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات المقترحة على القانون، وذلك لإطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق يجمع مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديمة. ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم إصدار أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به حالياً، كما لم يصدر المجلس مؤخراً أي قوانين شاملة تتناول تعديل أحكام قانون الإيجار القديم بشكل عام، باستثناء القانون الذي تم إصداره مؤخراً والذي ينظم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية الشركات والمؤسسات. ولكن هناك حالات يتم فيها إنهاء وفسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية في القوانين المعمول بها حالياً دون انتظار تعديل للقانون، وهي يتم طرد المستأجر من الوحدة في حالة قيامه بالتصرف فيها سواء قام ببيعها أو تأجيره أو تأجيرها عفوا للغير بدون علم أو تنسيق مع المالك أو المؤجر، أو تخلف عن سداد القيمة الإيجارية أكثر من مرة، أو ألحق أضرارا بالعين المؤجرة أو استخدامها في أنشطة مخالفة للأداب العامة، أو قام بتغيير نشاط الوحدة، أو لم يسدد تكاليف المرافق. فكل هذه الأمور تؤدي إلى طرد المستأجر وفسخ عقد الإيجار القديم دون الحاجة إلى تعديل القانون. يكفي فقط أن يقدم المالك أو المؤجر المستندات الدالة على ذلك بعد رفع دعوى قضائية. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية، بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.